السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار ان شاء الله غنتكلموا على واحد الموضوع اللي في حقه هو يعني مهم. كيفاش غادي نتعاملوا مع الارانب ديالنا؟ واش هاد التربيه ديال الارانب واش صعيبه واش سهله؟ يعني شحال من واحد كيقول لك اللي كنسولو يعني في الفلاحه القدام كيقول لك لا الارانب التربيه ديالهم صعيبه وخاصك دير الدوايات وما واخا كدير الدواء ما كيصدق لهمش الدواء وسميتو كيموتوا بزاف ديال سميتو. وكاينين عاوتاني واحد النوع كيقول لك لا راه خصك تصرف عليهم بزاف، خصك تشري لي كاج ولي كاج كيطيحوا غاليين 1000 درهم. شحال من واحد كيصعبها على راسو. انا هذا النهار ان شاء الله غادي نتكلم على هذا الموضوع بالذات، يعني سموه هما تربيه الارانب. واش ممكن الفقير حتى هو يعني واحد الشخص او واحد العائله اللي بغاو يحسنوا من المدخول ديالهم، واش هاد الارانب كياخذوا راس المال كبير؟ واش التربيه ديالهم صعيبه؟ واش كيفاش غادي نهضروا؟ يعني نحاولوا اننا نطرقوا لهذا الموضوع. اول حاجه الارانب خاص غير في الاول خاصهم يتشراو بعدا واحد يعني ذكور واناث ولو يكونوا غير صغار، ومن الاحسن يكونوا صغار، لان من الاحسن غير يكونوا غير جوج نتوات وذكر. واخا يكونوا صغار من الاحسن انهم تكبرهم على يدك باش يعني يلتئموا يوالموا الجو ديالك نتايا اللي دايرهم، اما في السطاح اما في واحد البيته اما القضيه ديال الماكله. كاين اللي كيقول لك لا راه السيكاليم ديالهم غالي وهما كياكلوا السيكاليم بزاف وفي الحقيقه راه تغلبت وشحال من واحد راه حيدهم كاع. لا، القضيه ديال الماكله الحوايج اللي الانسان يرميهم يقدر يستافد منهم. يعني كاين القشور ديال الخضروات، يعني هذا غادي ترميهم علاش غادي ترميهم؟ هذه هي اعاده التدوير. يعني ماشي من لابد انك تبقى ترمي واحد الميكه ديال النفايات عزاكم الله وهي عامره، ممكن انك تفرز منها مثلا الخبز. انتم انا نوريكم واحد الطريقه سهله باش كدير الخبز، تقردوا لهم مورصويات انتم كما كتشوفوا، انتم سهله، انتم شوفوا مقطع على شكل قطع صغيره كانه سيكالين. انتم يعني ببساطة ممكن أنك تستعمل واحد مقص بحال هكا، يعني تبقى تقطع به الخبز هكا. شوفوا تبارك الله أنه مقطع على شكل السيكاليم، وأنه هذا الخبز ما كيضرهمش بالعكس كينفعهم. أنتم قطع صغيرة، أنتم ديك الخبز اللي غادي منين تكونوا كتجمعوا الطبلة ديالكم لابد ما كيشيط واحد شوية ديال الخبز، يعني اما كيكرام اما كي منين في الليل كتلقى واحد الخبز صافي كرم، في الصباح صافي كتقولوا صافي هذا الخبز ما غاديش ناكلوه لانه كارم. هذاك الخبز كارم ما ترميوهش. هذو القشور ديال الخضروات حتى هما ما ترميوهمش. اي حاجه تقدروا تستافدوا الماء ماشي غالي بزاف. هاد الكيجان حتى هما ماشي من لابد ما تشري واحد الكاج غالي ب 1000 درهم ولا 1500 درهم. لا، ممكن انك تشري غير بحال هكا هاد الشبابك ديال التلالج راهم ما غاليينش بزاف، وانك تشري واحد المترو ديال السلك كيدير 6 دراهم وتكون به كاج بحال هذا. انتوما كاج، انتوما راه الارنب فيه راه ببساطه. يعني تقدر مثلا واحد 100 درهم تقدر تشري بها شبيبكات بحال هكا كيديروا بحال هاد الشبابك، تقدر تحصل عليهم بجوج دراهم ونص او ثلاثه دراهم. ملي كتشريهم بالجمله تشريهم بجوج دراهم ونص او ثلاثه دراهم وتخدم ماشي مشكل. وتربيه الارانب كاينين عموما الدوايات ديالهم ماشي صعابين بزاف، كاين غير في الحقيقه الا بغيتوا تبسطوا يعني الادويه ديال تربيه الارانب كاينين جوج ديال 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 الادويه. السيرو ديال التسمم المعوي كيدير 10 دراهم، كديروا مثل هذه الخلفات، ها هما خلفات صغارين منين يبداو يكبروا واحد شويه قبل ما يفوتوا 3 شهور دير لهم واحد ليبره كتسوى 9 دراهم للسنتيم. ممكن هذا الارنب الصغير هذا تقولوا نص سنتيم صافي، وكيبقى معكم واحد المده يعني عام. هذاك السنتيم بحال هذا ممكن هذا يطيح لكم ب 3 دراهم، عفوا 4 دراهم ونص، 4 دراهم ونص، ولكن عام لمده سنه.
يعني ماشي غادي ماشي التربيه الان بلي راه غادي لازم تكون عندك واحد 10000 درهم ولا 20000 درهم ولا غادي تشري بزاف ديال النتوات. لا، بداو من المشروع من الصغر وغتحسوا ان داك التعب اللي تعبتوه ان شاء الله غادي يرجع لكم بالمنفعه. اذا بسطوا الامور، تربيه الاناني بسطوها، ما تقولوش بلي لا من لابد انني خصني نبدا كبير. لا، بدا صغير، بدا صغير. واصلا التربيه الاناني الا مشيت شريتي نتوات واجدين من واحد جهه اخرى ما كيوالموش الجو ديالك دغيا اللي دايرو نتايا، ماشي هو اللي شريتي عليه. هذاك اللي شريتي عليه مثلا نضر عليهم بواحد الطريقه مزيانه، نتايا حاطهم مثلا غير في السطح، ها انت بدلتي عليهم الجو. اما اذا من الصغر ديالهم شريتيهم وبقيتي يعني شي غادي تشريهم واحد الثمن رخيص بطبيعه الحال الا كانوا صغار يعني ما واصلينش. يعني راه كاين الناس اللي كيشريو مثلا قناين ب 20 درهم 30 درهم، ماشي ما تشري الدكار واجد تشريه مثلا ب 250 درهم ولا 200 درهم ولا 150 درهم. لا، ممكن تشري ان تشري داك الشيء باقي صغير وتشوف هذاك الشيء اللي الحوايج اللي غادي ترمي نتايا، الحوايج اللي كتاكلهم يوميا مثلا، اي حاجه مطيشه القشره ديالها، الخيزو القشره ديالو، الباربا القشره ديالها، اي حاجه كترميها راها عندها دور ممكن انك تستغلو وتبعد عليك داك الخمول. حنا انا كنسميه خمول، كيقول لك البطاله. في الحقيقه هذا القنين راه لا للبطاله، راه اي واحد يقدر يبدا يعني مشروع بسيط للغايه ويصبر. هما خصهم الصبر يعني باش توجد نتوات وتطلعهم على يديك وتشوفهم باقيين عاد الحيمات قدامك كيتزروطوا في الاخر يبداو يكبروا واحد النهار دير لهم الدواء، واحد النهار تشوفهم قدامك عاوتاني كيتزاوجوا وكيعطيوك المنتوج وهي غاديه. كلشي ساهل، اول انترنت فيه كلش، يوتيوب دخل وبحث في الاخر في الفيديوهات غتلقى اي حاجه طاحت لك على راسك. الحمد لله المعلومه ولات كتوصل دغيا. ممكن انك اي حاجه مثلا شفتيها في شي تغير شفتيه في القناين ديالك تمشي وتسول. كاين لي كومونتير يعني الناس تقدر تبقى تهضر مع الناس وتجاوب الناس، راه كلشي ولا ساهل. اذا تعاملوا مع تربيه الارانب ببساطه. الحمد لله راه كانت واحد الموجه ديال المود ديال الارانب، ولكن دابا راه داز يعني من هنا لقدام حتى شهر 8 عاوتاني حتى هو كيوقعوا فيه مشاكل، ولكن من هنا لقدام ممكن انكم تستافدوا منهم واحد شهرين ولا ومن بعد شهر 8 عاوتاني كتولي الامور مطلوقه. اللي عنده اللي يقدر انه يوصل شي قناين راه كيبيعهم بالثمن، يعني الثمن ديال الكيلو راه كيطلع. ويعني تقدر في ديك الفتره انك يعني تربح واحد مبالغ يعني هامه، ممكن انك هذوك المبالغ تطور بهم المشروع ديالك. مثلا تشري لي كاش نقيين، تشري كنتي بادي بواحد الاخر ما كنتيش كتشري السيكالين في الاول، تولي تشري السيكالين ديك الساعه غادي تولي تشيط عليك شويه ديال الفلوس، ماشي تبقى تضيعو. لا، شري السيكالين عاوتاني وبقى مره تعطيهم الخبز مره السيكالين، واحد النهار تولي انت مرتاح كاع تولي تعطيهم غير السيكالين. كاين السيكالين ديال التسمين، كاين السيكالين ديال الحليب، تولي الخبز غير كتعاون به، او تولي الخبز ما كافيكش ديال الدار خصك تولي تشري. مثلا انا راني عندي واحد الكميه هنايا كنت شريتها ديال الخبز، راه الحمد لله راني يعني ما شريتهاش بزاف، انا غنوريها لكم. هانتوما كما كتشوفوا معايا هاد البانيو، هانتوما راه البانيو من الحجم الكبير، هانتوما راه بانيو كبير، راه هانتوما شوفوا الا ما عرفتوش المقاييس شوفوا يدي شحال هادشي تبارك الله ديال الخبز. هذا راه عامر كله، الطاس راه عامر كامل. هذا شريتو ب 25 درهم، شريتو 25 درهم لان كيتباع الخبز بالكيلو. يعني كنت في الاول كندير غير من الدار ديالي، ولكن من بعد احتاجيت ان الخبز بكميه اكثر. هانتوما شوفوا قداش هذا البانيو، راه بانيو عامر من بانيوات ديال التصبين. هذا راه ماشي صغير، هذا البانيو راه كبير. تقام عليا هذا البانيو كله ب 25 درهم، والخبز من النوع المزيان، يعني ماشي من النوع الخبز اللي هذا النوع ديال الدار، حنا كنسميوه النوع ديال الدار، يعني ماشي الخبز ديك الباريزيان ولا الخبز اللي كيتباع في المجازات.
في الحانوت، لا هذا الخبز ديال الدار طاح ليا ب 25 درهم هذا البانيو كامل، ممكن انني نقطعو قطع صغيره او ما بغيتوش نقطعو قطع صغيره نرميو لهم غير هكا، نرميو لهم في الاخر في البلاصه فين كاينين هما، هما غادي ياكلوا منه والحمد لله راهم عايشين، وداك هذا الخبز كيتبلور وكيعطيكم اللحم، تقدر ديروا اكتفاء ذاتي يعني اكتفاء ذاتي للمنزل ديالكم بخصوص اللحم. اللحم دابا راه غالي، وليو تشريو ما تشريوش كاع اللحم يعني تاكلوا غير القناين، ومن بعد تولي عاوتاني تقدروا تبيعوهم، ولما لا ديروا مشروع كبير ويعني طوروا المشروع. اذا تعاملوا ببساطه مع هاد تربيه الارانب. سيدي ربي عطانا هذا المخلوق هذا، كل شهر يقدر يعطيك واحد الخلفه جديده، راه ما كايناش في شي حيوانات اخرى يعني ما كايناش حتى في النوع، واللحم ديالهم تبارك الله راه لذيذ ومزيان. اذا تعاملوا مع المشروع ببساطه، ما تخافوش من هذه تربيه الارانب، راها تربيه الارانب راها ساهله، وخاص غير شويه ديال النظافه، خاصكم تحركوا شي شويه، والخمول ان شاء الله ما يكونش، وتنويو ديما الخير للقدام والقدام. اذا هذا هو موضوعنا هذا النهار الحلقه. اذا عجبكم الفيديو، هو في حقه فيديو تحفيزي، انا قلت انني ندير هذا الفيديو هو فيديو تحفيزي. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، ضغطوا على زر جنب باش تساندونا، وضغطوا على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.